بسرعة، تعال يا ولد، إيش طلعك عندك؟ أبغى أفهم. والله إني حاطة على الباب وروح ونط هنا. تعال يا كوكو، يا رحم أمك انزل. بسرعة، تعال أنت، تعال شوفني جالس أسوي قهوة بسرعة. تبي تشرب؟ الله، يلا تعال تعال. تعال يلا تعال. شوف شوف شوف، شايف؟ تعال يلا تعال عشان تشرب بسرعة. بسرعة يلا تعال. كيف أجيك؟ أنت اللي تعال يلا. هي كيف أنزلك؟ تعال هنا تعال هنا تعال هنا تعال يلا يلا تعال تعال. امشي هنا تعال بسرعة تعال. أقول لك تعال هنا تعال هنا تعال هنا يلا 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 نط بسرعة. تعال هنا يضحك. ليه تضحك؟ تعال تعال هنا تعال هنا يلا 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 تعال 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 بسرعة بسرعة. ما معي إلا أجلس عند الباب وأنتظره ينزل. بصراحة ما فيني من طلع. الله يسعد مساءكم، شو أخباركم؟ الحين بتطول أنت عندك؟ تعال هنا 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 هنا. يلا كفو كفو، يلا نط على الباب يا بابا. يلا تعال هنا تعال هنا يرحم أمك. تعال هنا على الباب. تفو عليك تفو عليك، أنت تعبتني والله العظيم. ضاقت بالدنيا، شو الحالة هذه يا أخوي؟ انزل، تعبتني تعبتني يا كوكو. تعال هنا تعال هنا يا أخوي، تعال هنا وانزل وخلنا نمشي. يلا كفو كفو، يلا نط يلا. تعال هنا تكفى يا كوكو، تعال هنا يرحم أمك. تعال خليني أمشي يا كوكو، هيا نط. تعال هنا يلا نط نط يا بابا. شفيك تناظرني كذا يا فغرة؟ نط نط يرحم أمك، نط. حسبي الله ونعم الوكيل. والله إنك تقهر. خربت علي القهوة، بروح أسوي لي قهوة وأرجع لك يا قليل الأدب. تقول انت؟ طبعا هذا جاكو، ما هو كوكو. هذاك اخذ ساعة وهذا ساعة، ما اخليهم مع بعض لان هذا عدواني بشكل مو طبيعي مع كوكو، ما يحبه. شو قليل ادب تضحك؟ قليل ادب. المهم شفتوا الحالة اللي امس نزلتها انها محتاجة تبرع للدم؟ الحالة هذه هي حرمة كبيرة، ولكن اليوم توفت. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى. وأي أحد راح يتبرع بالدم الله يجزاك ألف خير، الله يجزاك ألف خير ويجعلها في ميزان حسناتك.
قلت بس يا خبل. هاي هاي كذا كذا. شوف شوف شوف. يا بغى يقلدني بس ما اعرف. لا لا شوف 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 شوف. كوكو. كاب. وعليكم السلام. كثير بيسألني يقول سعيد ما عمرنا سمعنا يتكلم. هذا هو يتكلم، تروح متكلم ويقول لي تعال وسلام عليكم، عنده كلمات كثير بس انه اكثر شيء يحب يرقص ويصفر. كوكو تعال 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 يا كوكو. شلوج شكين هذا يدور مشاكل مع كوكو. اشغلتني رأيت روش تروش. ها روشناك. ها ها ايش فيه؟ ايش ها؟ سؤال، طلبتني اروشك روشتك، الحين ليه معصب؟ ابغى افهم لك. يومين معصب، ايش فيك ايش فيك؟ خلاص خلاص خلاص. خلاص خلاص يا اخوي نمزح معك، والله نمزح معك يا كوكو. على طول تعصب انت. والله يا ولد انك عصبي. خلاص انا اسف انا اسف يا كوكو. لا ما اتفقنا على كذا، خليك مؤدب. يا اخوي لا تعصب، خلاص قلنا لك نمزح معك. في ذا عصب يا اخوي نمزح معك خلاص. ماني بجيك، زعلان منك خلاص. ايش تسوي كأنك انت اللي زعلان؟ بس حتى انا اقدر اسوي زعلان. ماني ابغى اتروش، انا قلت اتروش. اقول لا تقلد لي حمدان هنا في البيت، ايش اللي ولما طط؟ آه. يلا 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 رحنا يلا يلا.